احنا شفناها مترجمة على الهواء امس. اقسم بالله العظيم ما احنا في برنامج، احنا في 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 استراحة ومبسوطين ومستانسين. اللهم احنا نأدي مادة إعلامية صح على الشاشة، فشكرا الله. شكرا الله. للجميع. له 55 يوم او 56 يوم وهذا كلامه، كيف لو صار له 200 يوم؟ اقسم الله العظيم الله. اني خصوصا البارح اني حسيت بشعور ان احنا ما احنا في برنامج. تفضل سلامتك. شكرا سلمتي حبيبي فيصل. و طيب هذا المخرج يبلغني الان انه سالم يمتنع على الحضور، نسال الله سبحانه جل جلاله ان كان مريض نسال الله له العافيه. بس انا شفته صراحه والله امس على الهواء، حتى شفته يمثل تمثيل، يعني هو محمد مسفر يعني تمثيل جميل، مطلعين لنا كذا مواهب حلوه والله طلعت بعد الخمسين يوم. الشباب في يعني في الاعداد قرروا انه يطلعون كاشن متسابق، الشباب قروا لي اياها لانه بعيده. ايوه المتسابق سالم محمد يمتنع عن الحضور للفقرة، نسأل الله له العافية. بس تأكدوا الشباب، تأكدوا ها انه عندنا اعداد لا يظلم، في حال لو تأكد الاعداد انه مريض والله لن يبادر وبيطلع هذه الكاشة. لكن هذا اعداد الفقرة، اذا ما كان في حزم ها على الفقرة وحضور الفقرة ايا كانت الفقرة، اذا الوضع بيكون سبهلة، بيكون ايش مضروس الولد تعمل. مضروس نعم. راجعوا صدقني هم راجعوا الموضوع، راجعوا الموضوع. على كل حال شباب هذا اعداد وهذا عمل، ما نقدر نقول الشيء، بيض الله وجههم. سلطان البريك اليوم انت لحالك، والاسف انا عندي تساؤل يا سلطان، ممكن اقول لك اياه؟ اذا انت سرت في المطبخ، والله العظيم تساؤل جاني الان، اذا سرت انت في المطبخ انا اشوف الشباب صراحه للاسف يعني والله مو فتنه، بس هذه المره الثانيه اذا انت في المطبخ ما حد يجي معك. مو عشان الوضع يعني، انا اقول لك انا ما سالتك المره الاولى لين صارت المره الثانيه وسالتك. طيب المره الثانيه كل اللي مهم اللي معي ما هم بيحضرون، لا معي ولا مع غيري. ايش ثلاث اشخاص اللي تكررت معي ايه؟ مع غيري ما يحضرون. من كان معك؟ ما ادري. لا ابراهيم عواد وطالع برا. ابراهيم عواد صح كان طالع برا. ايه؟ كان برا. يعني الموضوع ما له دخل سلطان، ما له دخل بالموضوع، كان الموضوع يرجع لهم هم. يا اخوي ابراهيم عواد كان خارج البرنامج صح. محمد مصيخين صح تعبان يا ربي يشفي، حتى اني الشغل اذا بتسمحون النقاط ان كاني باخذ الاول بفوت على العيال تصير بيني وبينه. لا عشان تعبان. لا اذا بتاخذ لا لا اذا بياخذ حق يقول مقدم حق يقول لا صح. نعم الله المستعان، يعني صلاحياتي اكيد. بسم الله الرحمن الرحيم شباب، ناخذ قبل ما نبدا الوقت اتصال من الشيف الغالي العزيز علينا جدا الشيف أمون اللي بيكون معه اليوم سلطوني، خلني أسميك سلطوني أو نرجع لللقب اللي أنا وأنت لقبتك إياه السوبرمان أمون. السلام عليكم. وعليكم السلام. يعطيك العافية الشيف أمون. الله يعافيكم. مدري